باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد. واحد بيقول ما معنى عباره ما معنى عباره لاكمل نقائص شدائد المسيح في جسده؟ اليس السيد المسيح شرب الكاس حتى النهايه؟ هو في بعض آلام معينة لم يتعرض لها السيد المسيح. صحيح آلامه كانت شديدة جدا، لكن في آلام لم يتعرض لها، ودي بعض آلام من الشهداء مثلا، وبعض آلام لبولس الرسول من نوع خاص. يعني لما نستعرض آلام الشهداء نلاقي فيها حاجات كتيرة السيد المسيح ما تعرضش ليه، اللي اتحطوا في بحيرة جليدية، اللي اتحطوا في زيت مغلي، اللي قطعت أعضائهم حتة حتة، فكل دي ما حصلتش مع السيد المسيح، اللي نشروا. فبولس الرسول بيتكلم على بعض آلام ليه لم يتعرض لها السيد المسيح، بحيث ان لما يكون الكنيسة كلها كجسد المسيح تبقى استوفت كل انواع الآلام. واحد بيقول قداستكم في احدى الازات ذكرتم ان الخطايا جميعها تساوي الموت بصرف النظر عن حجم الخطيه. القاتل الزاني لا يحمل، ما قلتش كلام زي كده. انا قلت الايه اللي بتقول ان ربنا يجازي كل واحد حسب اعماله، ففي اعمال شديده جدا، في اعمال خفيفه جدا، وفي خطايا بشعه، وفي خطايا عاديه. الكل يتساوى في الخطايا بأن يفقد الملكوت، الكل يتساوى في أن يفقد الملكوت، لكن جوه الدينونة الأبدية في اختلاف. لذلك ربنا لما بيتكلم على كفر ناحوم وكورزين قال لهم سادوم وعمورة يكون لها في يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لهذه المدينة. ما دام حالة أكثر احتمالا يبقى أخف من غيرها، إذا في اختلاف في العقوبة. مشكلة، أنا مضطر أن أسافر إلى السعودية تبع الشغل بتاعي، وهناك مفيش كنيسة، والأجازة كل سنة، أعمل إيه؟ معلش في يوم في الأسبوع أجازة تقدر تروح لأقرب مكان فيه كنيسة رخصة، وإن كان مفيش في مكة والمدينة في الرياض وجدة والحاجات دي يوجد في السفارات كنائس، يعني في حاجات كتير. انا ممكن ابقى اسال واحد من اللي خدم في السعوديه ويقول لك ازاي تقدر تروح كنيسه او تسافر اقرب حد. دلوقتي في بلاد المسافه نص ساعه بالطياره او ساعه بالطياره هتلاقي كنيسه هناك، وعندنا كنائس كثيرة في الإمارات، في دبي وأبو ظبي والشرق، هذا كثير. ناس طالبين صلى ربنا يكون معاهم.
الزلزال اللي حصل، هل لهذه الزلازل علاقة بعلامات المجيء الثاني؟ لما تحدث السيد المسيح في متى 24 وفي مرقس 13 عن علامات نهاية الأزمنة، تكلم عن نوع من الزلازل يعني، لكن قال هذه مبتدأ الأوجاع، لكن ما قالش هي دي النهاية، مبتدأ الأوجاع، لكن في حالات أشد من كده تحصل بعدين. سؤال: هل الحكمة تطالبنا بأن نتغاضى عن حقوقنا؟ لا يا ابن، ربنا ما قالكش تتغاضى عن حقوقك، اطلب حقوقك بالطريقة السليمة بالطريقة القانونية، لكن مش معناها تنسى حقوقك. ولعل من أشد الأمثلة في هذا الموضوع بولس الرسول. بولس الرسول في مرة أرادوا أن يجلدوه واستعدوا فعلا للجلد، فقال لهم: هل يجوز لكم أن تجلدوا رجلا رومانيا غير مقضي عليه؟ يعني ما صدرش حكم قضاء ضده. قالوا له: هو أنت روماني؟ قال: أيوه. فجه الأمير اللي أمر بجلده واعتذر له وقومه، بينما هو ما كانش يهمه الجلد، لأن قال: خمس مرات من اليهود قبلت 40 جلدة إلا واحدة، وثلاث مرات ضربت بالعصي. لكن لما وجد أن في أمر قانونيا مش صح قال لهم لا، وفعلا طلب بحقوقه وأخذها. وفي مرة كان الوالي الروماني يريد أن يسلمه إلى اليهود ليقتلوه، فقال له: أمام كرسي ولاية قيصر أنا واقف، إلى قيصر رفعت دعواي. قال له: وإلى قيصر تذهب، وما سلموش ليهم. فلك أن تطالب بحقك بطريقة قانونية دون أن تخطئ في المطالبة. واحد بيقول: صلاة عيد الميلاد إن شاء الله يوم الخميس 6:01 مساء، فهل هناك اجتماع 4:05؟ لا مفيش، 4:40 مفيش، عشان بتكون الكاتدرائية في حالة استعداد وتنظيم وحاجة زي كده. سؤال: قال أبونا نوح ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، فلماذا لم يلعن حان ولكن لعن كنعان ابنه الأصغر؟ لأن لو لعن كنعان يكون تلت البشرية تلعن، يعني هو ليه تلت أبناء حان وسام ويافث، فيبقى يتلعن هو وكل أولاده، فهو أخذ واحد بس من أولاده عشان الباقيين ما يكونوش تحت اللعنة. دي نقطة. والتانية نقطة، لأن ربنا بعد الفلك بارك نوح وأولاده، فمش معقول بعد البركة اللي أخذوها من ربنا ياخدوا لعنة، فهو لعن واحد بس من أولاده. الناس بيقولوا: نحن أولادك من أبارشية أبنوب، نريد أن نأخذ بركة الآخر. ربنا يكون معكم، بس مش هقدر أقول لبتوع أبنوب أنتوا فين، فأي مناسبة تيجوا لوحديكم ممكن نسلم عليكم. سؤال: هل الإيمان شرط لحدوث المعجزات؟ هو
في الكتاب المقدس في بعض أماكن لم تحدث فيها معجزات لعدم إيمانها، فأصبح الإيمان شرط. وبعض أوقات أخرى واحد قال للسيد المسيح: أؤمن يا رب فأعن ضعف إيماني. يعني كان إيمانه ضعيف، فبرضو عمل له معجزة وقوى إيمانه الضعيف. سؤال: هل صعد السيد المسيح بملكوته ولاهوته؟ طبعا، لأن بالقداس بنقول: وعند صعودك إلى السماوات جسديا. إذا صعد بالجسد وناسوته لم يفارق لاهوته. وحتى في سفر الرؤيا يجيبوا له صور بناسوته. واحد بيقول: أرجو التعليق على هذا السؤال. بعد التوبة الحقيقية رجوع قلبي إلى الذكريات الماضية، يعني أنا في التوبة لو أني ضعفت لعدم الشبع للصلاة لأن الأفكار بتطرأ بشدة. في ناس من اللي قضوا فترة في الخطية لما بيتوبوا بياخدوا فترة نقاهة، يعني ما بيصلوش للصحة الروحية مرة واحدة. قيل عن القديسة مريم القبطية بعد التوبة انها قضت كذا سنة تتعبها الافكار، فين وفين وفين لما تخلصت منها. فما تتضايقش، تنقية القلب من الافكار تاخد فترة، وهذا لا يمنع التوبة. لما يكون مثلا كوباية مرجوجة وفيها حاجة، مش مرة واحدة بتهدأ، تاخد فترة 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 وبعدين تهدأ. لما انت ترمي حصوية في بحيرة تعمل دوائر 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 وبعدين تهدأ، لكن مش مرة واحدة بتهدأ، بتاخد فترة برضو بتعمل دوائر دوائر وبعدين تهدأ. فما تضايقش، بس انت ما تستسلمش للأفكار اللي تجيلك وما تتجاوبش معاها. واحد بيقول: أنا شاب أبلغ 20 سنة من العمر ومعافي من تجنيد الجيش، وأريد أترهبن، وأنا لا أعرف قبطي ولا ألحان ولا إنجليزي، وأنا حاصل على دبلوم. وهل الرهبان لها شروط إني أعرف قبطي وألحان إنجليزي؟ لا يا ابني، لا. اتعلم القبطي ومش صعب، يعني مش علشان شرط من رهبنة، عشان برضو تفهم حاجات في القداس وتفهم حاجات في التسبحة وتفهم حاجات في الألحان. يعني مش شرط للرهبنة، لكن حتى وانت علماني مفروض تعرف الحاجات دي علشان تقدر تمر في الصلوات وفي القداسات. والإنجليزي ده ملهوش لازمة، يعني ممكن تروح الرهبة لما انت مش عارف إنجليزي. ومش مهم مؤهل عالي، في رهبان كثير ما عندهمش مؤهل عالي. المهم يكون عندك نقاوة قلب، وأب اعترافك يكتب لك تزكية
انك انت تصلح للرهبة. هنا جايني يقول مطلوب للطفل ابنه برأفة نصيف سن 4 سنوات فصيلة بي ماينس عملية قلب مفتوح، وكاتبين رقم التليفون بتاعه، والعملية تعمل في القاهرة. اللي يحب يتبرع بدم هذا الطفل وكتر خيره، ورقم التليفون موجود في السكرتارية عندنا. في جلسة هادئة
في جلسة هادئة تغير القديس أغسطينوس من فيلسوف بعيد خالص عن ربنا وفي حياة خاطئة لأنه تاب وبقى مصدر تأملات روحية للعالم كله. في جلسة هادئة جلس إلى نفسه. بالنسبة للابن الضال في فترة جلس إلى نفسه وقعد يفحص ذاته ويقول كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهل الجوع، وأخذ قرار أقوم وأرجع إلى أبي. في فترة هادئة مريم القبطية قعدت تفكر في خطاياها وتابت وصارت سائحة من السائحات. في فترة هادئة ويونان في بطن الحوت ركع وصلى وتاب وآمن أن يرجع ويرى هيكل الله مرة أخرى، وقد كان. كل واحد مننا محتاج لفترة هادئة يقضيها مع نفسه ومع ربنا ويفكر ماشي ازاي وهيمشي ازاي بعد كده. وانت ايضا حاول في جلستك الهادئة أن تجمع في ذاكرتك علاقتك مع الله وعلاقتك مع الناس وعلاقتك مع نفسك. فاضل لك يومين على رأس السنة، فترة كافية تقدر في 48 ساعة دول أو 50 انك انت تقعد مع نفسك وتفكر كويس. من جهة علاقتك مع الله دي نمرة واحد، تفكر ماذا فعل الله معك وماذا فعلت انت. ماذا فعل الله معك يعني احسانات الله اليك والى احبائك واقربائك واصحابك. تخط بالتفاصيل كلها، لأن احنا ياما بننسى إحسانات الله إلينا. ومن أجل تفكيرنا في طلبات جديدة ننسى جميل ربنا علينا في القديم. محتاج انك انت تفكر في الحاجات دي وتتلو ما قيل في المزمور 103: باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. في واحد من القديسين قال كلمة لطيفة، قال ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. فلأننا لا نشكر على القديم ما بناخدش حاجة جديدة. فحاول انك انت تسدد ديونك من الشكر قبل ما تطلب طلبات جديدة. ايه اللي عمله ربنا معاك في كل ناحية واللي عمله مع اصحابك، سواء صلوات استجيبت وانت ما شكرتش ربنا عليها، سواء ربنا ستر عليك في المرض في ضيقه في ندر ندرت وربنا استجابه. فكر ايه كل اللي عمله ربنا معاك ومع اصحابك ومع اقربائك. كفايه انه اتى بك الى هذه الساعه وكان ممكن تضيع قبل كده. وفي مقابل كده
انت عملت ايه؟ تجلس بينك وبين نفسك وتشوف ايه خطاياك وايه نقائصك. خطاياك من الناحية السلبية ونقائصك من الناحية الإيجابية، الفضائل اللي انت لم تسلك فيها وكانت ناقصة عندك، وتحول قعدتك مع ربنا إلى ندم وإلى اعتراف وإلى توبة. حاسب نفسك على صلواتك، سواء صلوات خاصة أو صلوات بالأدوية أو اللي عنده تدريب الصلوات الدائمة بقدر الإمكان. هل صلواتك بخشوع؟ هل صلواتك بجمع فكر، فكر مجموع، ولا بتسرح، ولا بعدم احترام لربنا، ولا بسرعة وانت مش فاهم؟ شوف الحاجات دي كلها. هل ليك تأملات ولا لا؟ هل ليك قراءات في سير القديسين، قراءات في الكتب الروحية، قراءات في الكتاب المقدس؟ ايه نوع قراءاتك؟ هل هي منتظمة؟ هل هي بتركيز؟ هل هي بروحانية؟ ايضا من جهة عشورك وحقوق الله في مالك، العشور والبكور والنزور، ماشي في الحاجات دي ازاي؟ ايه مقدار محبتك لله؟ هل علاقتك ربنا، علاقتك بربنا علاقة رسمية روتينية، ولا فعلا فيها عاطفة بينك وبين ربنا؟ واذا ما كانش فيه هذا الحب، امال في السماء هتعيش مع ربنا ازاي؟ من جهة محفوظاتك، هل انت بتحفظ مزامير؟ هل بتحفظ ألحان؟ هل بتحفظ آيات؟ هل بتحفظ فقرات من الكتاب المقدس وأجزاء منه؟ هل بتحفظ ألحان؟ هل انت بتنمو في كده ولا مجرد محفوظات قديمة ووقفت على كده؟ هل دخلت في تدريب من جهة حياتك مع ربنا، زي مثلا تدريب انك انت تبدأ اليوم بالصلاة، لا تكلم اي انسان قبل ان تكلم الله اولا، وتنهي اليوم بالصلاة، اخر واحد تكلمه هو ربنا زي ما اول واحد كنت بكلمه ربنا؟ هل نظمت وقتك لكي يكون الله له نصيب في وقتك؟ معقول؟ لان في ناس المشغوليات الكتيرة بتاعتهم بتنسيهم ربنا، ما بيفتكرش ربنا لانه مشغول على طول. هل انت بتذكر الله اثناء النهار؟ لان في اشخاص يبتدوا بالصلاة باكر الصبح وصلاة الغروب بالليل المغرب، وطول النهار ما بيذكرش ربنا، لا التالتة ولا السادسة ولا التاسعة ولا اثناء النهار، وكأنه غايب عن ربنا في هذه الفترة كلها. ايه ده جزء بالنسبة لك؟ هل بتقدس فراشك بالصلاة قبل ان تنام، ولا بتنام ومعك افكار وسرحان وحاجات كتير؟ هل دخلت في تدريب جعلت الرب امامي في كل حين؟ كلمة قالها داود النبي. لكن انت لما تجعل ربنا امامك في كل حين، هتدخل في فضيلة اخرى، وهي الاستحياء من الله. الاستحياء من الله يعني تخجل انك
انك انت تخطئ وربنا امامك في كل حين. كتير من الناس بيغلطوا زي ما قال المزمور، لانهم لم يجعلوا الله امامهم، لم يجعلوا الله امامهم. ولان الانسان مش مخلي ربنا امامه بيغلط، وكانه لا يرى رقيبا يراقبه ولا محاسبا يحاسبه ولا الضمير حتى. لكن انت يريد تخلي ربنا امامك في كل فعل وفي كل كلمه وفي كل حواسك ومشاعرك. تحاسب نفسك على مدى اعتمادك على الله. هل في مشاكلك بتعتمد على ذكائك، ولا بتعتمد على الناس، ولا بتعتمد على ربنا؟ في المزمور 117 يقول الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. هل انت بتتكل على ربنا؟ هل بتلقي على الرب كل همك؟ ولا ربنا ما بيكونش موجود وسط همومك، بتفكر بطريقه اخرى؟ كل دي تفكر فيه امور تفكر فيها في علاقتك مع الله، ايضا في محاسبتك لنفسك في اخر العام، تفكر في علاقاتك مع الناس، من هم أصدقائك ومن هم خصومك، وما موقفك من هؤلاء وأولئك؟ إيه معاملتك للناس؟ هل أنت بتغضب، بتتنرفز، بتحقد؟ جايز ما بتغضبش، لكن من جوه قلبك مش تمام. هل بتنتقم؟ ايه نوعية الفاظك في كلامك مع الناس؟ هل الفاظك كلها رقيقة؟ هل الفاظك فيها احترام للغير؟ فيها نوع من الذوق واللياقة؟ ولا ليك الفاظ قاسية او كلمات جارحة؟ كل ده محسوب عليك. ياريت كل واحد يراجع افكاره، يراجع الفاظه، لان ربنا بيقول ما يخرج من الفم ينجس الانسان. يعني الالفاظ اللي تخرج من فمك ان كانت خاطئة تنجسك. هل كلمات انت متعود عليها لازم تبطلها؟ هل بتشتم؟ هل بتخاصم؟ هل تظن السوء؟ هل تتكلم بالسوء عن الغير؟ خطيئة الإدانة مثلا. هل تشتهي مال غيرك او تشتهي غيرك نفسه؟ هل ينطبق عليك المزمور طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس؟ هل تصلي لأجل الناس؟ هل تصلي فقط من أجل أحبائك وأقربائك، أم تصلي من أجل الغير أيضا؟ أم تصلي من أجل كل من هو في ضيقة حتى لو ما كنتش تعرفه؟ أم تصلي من أجل أعدائك؟ إيه موقفك من فضيلة العطاء؟ هل تعطي للمحتاجين؟ هل تعطي عموما لكل من يطلب؟
هل تسعد غيرك في حياتك؟ ايه الناس اللي انت بتسعدهم؟ مش بس قد ايه الناس اللي بيتعبوا منك، قد ايه الناس اللي انت بتسعدهم؟ هل انت بشوش؟ هل ابتسامتك بتريح غيرك؟ هل انت محب للناس؟ هل انت متعاون مع غيرك؟ هل بتحل المشاكل اللي بتصادفك وتساهم في مشاكل غيرك؟ هل تبذل نفسك لأجل الآخرين؟ هل أنت إنسان خدوم؟ إنسان خدوم يعني يحس كل من يتعامل معك أن ينال شيئا من خدمتك. هل أنت إنسان محبوب؟ هل تقدم غيرك على نفسك؟ حاجات كثيرة جدا مفروض أنك أنت تشوفها في علاقتك مع الناس. هل انت انسان مثالي؟ هل انت انسان قدوة لغيرك؟ لا يكفي ان غيرك ما يتعبوش منك، انما ينبغي ان غيرك يستفيدوا من حياتك ومن قدوتك ومن سلوكك المثالي. علاقتك مع الله، علاقتك مع الناس، علاقتك بالكنيسة، ما علاقتك بالكنيسة؟ طبعا حاضر معانا مجموعة من رجال الكليروس والكهنوت ليهم علاقة معينة بالكنيسة، لكن أنا أقصد جميع الناس، ما علاقتهم بالكنيسة؟ إيه علاقتهم بالقداسات، بالاجتماعات، بالتناول؟ إيه علاقتهم بالخدمة؟ هل أنت خادم في الكنيسة ليك خدمة قوية ومؤثرة لها تأثير على الآخرين؟ هل تنمو في خدمتك يوم بعد يوم؟ هل يهمك خلاص الآخرين؟ كم نفس خلصت عن طريقك؟ كم نفس وصلت إلى الله عن طريقك؟ كم نفس تابت عن طريقك؟ أيضا من جهة الكنيسة، ما هي صلواتك من أجل الكنيسة؟ طبعا في القداسات في صلاة من أجل الكنيسة، لكن في غير القداسات هل بتصلي من أجل الكنيسة؟ وإيه نوع الصلوات دي؟ هل لك صلوات من أجل المرضى، من أجل الذين في ضيقة؟ النقطة الأخيرة، ما علاقتك بنفسك؟ ما علاقتك بنفسك؟ هل لك ثمار الروح القدس التي تكلم عنها بولس الرسول في غلاطيا الإصحاح الخامس؟ ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناة وداع وتعفف وصلاح وإيمان. هل لك هذه الثمار؟ إيه علاقتك بفضيلة الوداع؟ علاقتك بفضيلة اتضاع القلب؟ علاقتك بنقاوة القلب، نقاوة القلب، بنقاوة الفكر، بالنقاوة من الشهوات، بنقاوة الحواس؟ ايه كل ده؟ هل توجد ليك خطايا متكررة في كل اعتراف؟
وثابتة عندك في خطية محبوبة مش قادر تسيبها؟ هل ليك طباع خاطئة مش قادر تغيرها في نفسك؟ تمر عليك سنوات وسنوات والطباع هي لم تتغير. ما خطتك بالنسبة للعام الجديد؟ يا ريتك تقعد بينك وبين نفسك وتشوف عايز تعمل ايه. مش عايز دوابة العالم تجرفك، ولا انت عارف رايح فين ولا جاي منين؟ لا، ايه خطتك بالنسبه للعام الجديد؟ مفيش مانع تجلس الى نفسك وتمسك ورقه وقلم وتكتب وتخش في تدريب على قد ما تقدر، وتحاسب نفسك على هذه التدريب وتشوف ماشي فيها ولا لا، وان انكسر التدريب سبب كسره ايه، وازاي نعالج دي في المرة المقبلة. ما زال امامك فرصة يومين على رأس السنة تقعد فيهم مع نفسك، واسبوع على عيد الميلاد.